في الفترة الأخيرة كتير سمعنا وشفنا ناس خلوا عن حيواناتهم الأليفة بسبب خوفهم من انتقال فيروس كورونا لهم عن طريقهم. حتى من فترة كتير قريبة واحدة من أصدقائي أنقذت قطة للأسف حامل، وأصحابها قرروا يتخلوا عنها خوفا من الشيء. بالنسبة لي هالموضوع عندي خوف منه أبدا، على العكس تماما. حبنا وتعلقنا لمايلز زاد بالفترة الأخيرة، وخاصة ابني ورد اللي مايلز يعتبر حاليا هو صديقه الوحيد. دول جزء من العيلة، ترموهم يعملوا ايه؟ دول عمرهم ما اكلوا ولا شربوا ولا دوروا على حاجة في الشارع، هيموتوا. I guess now we are more vigilant. We try to wash our hands more frequently. We try to sanitize as much as possible. It can be a bit challenging, especially for the dogs, because they like to go out. But we want to make sure that we're following the community guidelines. لازم نسمع لكلام منظمة الصحة العالمية، نسمع للكلام العلمي ونفهمه، ما ناخدش الكلام من حد مش موثوق فيه.